مرحبا، حلقة جديدة من أجندة بنترافق فيها لنتابع آخر الأخبار على الساحة الفنية الدبلوماسية الثقافية والاجتماعية. والبداية مع افتتاح معرض جديد حمل عنوان سنابل القمح ببساطة غذاء بدعوة كوكب الاكتشاف المتحف العلمي للولاد بالتعاون مع المعهد الفرنسي بلبنان، كون هالمادة أساسية بحياتنا اليومية. الطرق العلمية والأجواء الترفيهية مع كاميرا أجندة بهالتقرير. اليوم عم نفتتح المعرض تبع القمح. كلنا بنعرف انه القمح بكل البيوت وبكل العالم وعند بكل بيت في طحين يا قمح يا خبز، يا وبتمنى انه يكونوا بكل البيوت. هيدي اكسبو كثير مهمه لانه بتحكي عن اشياء غذائيه، ونحن هلا كثير على الموضه كل شيء خاصه بالغذاء وبال لقينا هالاكسبو هيدي اللي هي القمح تنفصل للولاد، لانه بيشوفوا رغيف القمح عندهم على الطاوله، ما حدا من الولاد بيتخيل انه هالخبز اللي عم بيشوفها من القمح على الطاوله عنده جاي من حبه صغيره مزروعه بالارض. دونك بنفسر لهم كيف انزرعت الحبه وكيف كبرت وشو اهميتها وكيف من شو مقسمه وبعدين كيف وصلت عند على البولانجري وكيف عملوها بالخبز. التغذية كتير مهمة، نحنا نتطرق لها من عمر كتير صغير لأنه عم ننتبه إنه الولاد من عمر صغير عم ببلش النصاحة عندهم. لهيك كل ما نعلم الولاد هني وصغار طريقة الأكل الصحية نتفادى الأمراض على كبر. لهيك بهاي الإكسبوزيسيون منجرب نفسر للولاد بطريقة كتير مبسطة أهمية الأكل، والأكل باعتدال، لازم ناكل من كل شيء بس ما نكتر وما نحرم حالنا من شيء. أقامت جمعية أنا أقاوم مرض نقص المناعة حفل موسيقي بالأسامبلي هول بالجامعة الأمريكية ببيروت. تخللوا عازف موسيقي للفنان العالمي أيمن جرجور لعازف جنان جفال، ويلي بيعود ريعه لمساعدة الأطفال المصابين بنقص المناعة الأولي. جمعية اي فايت تأسست بسنة 2017 بالايو بي ام سي. الجمعية بتدعم الأطفال اللي بيعانوا من مرض ضعف المناعة القوي أو الأولي. هالأطفال بيخلقوا ما عندهم مناعة، في 60% منهم المناعة سيفي، المناعة زيرو، أوقات ما في مناعة أبدا، وفي عدد يعني لتسيب في عنا لنقول 200 حالة بالسنة، 200 حالة بالسنة 60% منهم عندهم severe combined immunodeficiency، هي اللي عدم المناعة القوي. سو هالولاد ما بيوصلوا لعمر السنتين إذا ما تعالجوا. اي فايت عملت ناشونال بروجرام لحتى يصير في فحص الزامي
دعمته وزارة الصحة، ووزير الصحة حسباني هو اللي أخذ القرار أن نعمل الزيمة. صار كل طفل بلبنان بيخلق مجبور يعمل هالفحص، اللي بيخلقوا على نفقة وزارة الصحة بيكون مجاني، والباقيين الجهات الضامنة والإنشورنس بيغطون. هالناشونال بروجرام ساعدنا كتير لحتى نقدر نعرف تو ديتكت بالضبط من أول ما يخلقوا الأولاد إذا بيعانوا من المرض ولا لا، لأنه كان كتير في صعوبة للتشخيص. يعني بيخلق الولد بيصير بيمرض، بيصير مرض متكرر، وبالآخر قبل عمر السنتين في حال كان مصاب بالسكيد، اسمه سكيد سيفير كومبايند اميون ديفيشنسي، مع الأسف بيتوفوا. نسبة مرض ضعف المناعة الأولي هي بالشرق الأوسط هي الأعلى بالعالم، يعني نسبة مقارنة بأمريكا وبأوروبا هي الأعلى بالعالم. هو hereditary genetic disease. نحن كتير شعوب قريبة من بعضها، الزواج القربة كتير بيأثر، واحد من الأشياء اللي بتأثر كتير على الموضوع، مثل الكانسر مثل غير نوع أمراض. فبلبنان ما عنا أحصاءات مضبوطة 100% بعد، لأنه ما كان في ديتكشن لهالمرض، كانوا يخلقوا الأولاد ويموتوا وما ينعرف أنه عندهم مرض ضعف المناعة. سو هلأ بالفحص الإلزامي اللي رح ينعمل لكل الأولاد، 80,000 ولد تقريبا بيخلقوا بلبنان، بينعملوا الفحص. فمن هلأ لسنة هيدا الناشونال بروجرام حيقدر يعطينا إحصاءات 100% مضبوطة. بالأيو بي سنتر بيجي تقريبا 200 حالة بي اي دي بالسنة، هيدا بس بالأيو بي، بس ما بنقدر نعرف بالضبط انه هيدا على صعيد لبنان كله، لانه في اكيد غير مناطق عندهم هالمشكلة كمان. شعار اي فايت هو انه كل طفل مصاب بمرض ضعف المناعة الاولي يجب ان ينال فرصة للحياة. بريك اعلان وبنرجع معكم لمتابعة حلقة اليوم من اجندا، خليكن معنا. نحن اليوم عم ندعم الفنانين اللبنانيين، في دي بانتر، في دي سكولتور، في دي فوتوغراف، دونك عم ندعمهم وعم القسم منه رايح عم نساعد اللوسيمي، القسم منه رايح لل ان جي او. المشروع نحن ثلاث ستات عايشين بين لبنان وفرنسا وبحكم اشغالنا، ولأن لبنان مركز الفن بالشرق الأوسط، وانطلاقا من هذا الشيء حبينا نضوي أكثر على الفنانين اللبنانيين، وبهالعاصمة نحبها كثير بيروت. صار لي بإنترناشنال تور من 3 سنين ونص، صرت عامل 92 معرض دولي، يعني من أمريكا، روسيا، الصين، أوروبا كذا مرة. خلقت كاركتر اسمه الايشك مان، بيمثل الجقل اللبناني، جاي من كلمة ايش يمان، ايش معلق بالتقاليد، ويمان عمل حاله مودرن، وهيك الجقلية عنا بلبنان. بقى الفكرة هو الايشك مان بتلاقوه بالتابلويات او طالع لحاله مربط تيقول معلق بالتقاليد، والوان فاقعة وهيك، كله له علاقة بالمرة، كيف الرجال بحس تجاه المرة الجقل اللبناني. وهيدا الايشك مان للصراحة اخذ سكسي كتير كبيرة برا، يعني طلع لي أورد بجاودي ميوزيم ببرشلونة، بفيينا ميوزيم أوف يونغ آرت، نومينيتد كذا مرة بطوكيو نيويورك وعدة محلات. واليوم عملت شراكة بهيدا المعرض للصراحة، لأن ريعه رح يروح لأطفال الكانسر. اليوم I think في شي 20 قطعة بين تابلويات ومنحوتات، في برا على الإزازة شفتون
الجولدن وهيك، واجمالا انا تبلوياتي بيتميزوا انه فيهم الايشا كمان جواته مثل ما عم بتفرجي الصوره، عكبير عصغير، يعني هو بلش بالتبلوع عليه الايشا كمان صغير، بعدين صرت كبره، هلا اكبر واحد عمله 6 امتار. عم بحضر لتورنيه انترناسيونال بالمونيمنتال سكالبتشر، بده يبرموا بعده بلدان حول العالم. هيدا المعرض انا كثير كنت انترستي شارك فيه لانه بيروح ريعه لريفايف اسوسياسيون لبلاد كانسر، وبعتبر انه هيدا عمل انساني، وبتعرفي انه ورا الفن في رساله انسانيه، فمنشان هيك انا كثير بهمني انه اكون مشاركه بهيدا المعرض. وهولي لوحاتي، كل انا حاطه 3 بانتور كبار وتابلويات صغار انكر دو شين 6. حبيت اعمل كونسبتشوال ارت، حطيت 4 صور حكيت فيهم عن الهواء وعن المي وتحرك المي مع المي لحاله والهواء لحال وعوامل الطبيعية. جمانة دقت لي، كنا بالصف سوا تشارك بهالمعرض، وكتير حبيت الفكرة، وهيدا المحل كتير بحبه من زمان، من زمان بحلم انه اعرض هون. كم لوحة موجودة لإلك؟ في 2 لوحات موجودين. أنا هي الطبيعة اللي بتوحيني لحياتي للطاقة اللي بتعطيني. بمناسبة الذكرى السنوية 12 لتأسيس جمعية كون هادي، تمت الدعوة لحضور هالمناسبة بأوتيل سمولفيل ببدارو، حيث تم الإعلان عن أسماء وعدد الحانات والنوادي الليلية والملاهي يلي حصلت على ملصق الجودة من خلال امتثالها للقواعد الذهبية، ويلي بتهدف لتأمين بيئة أكثر أمانا لرواد الملاهي وسلامة السائقين. نحن قلنا 12 سنة على السلامة المرورية عم نشتغل، وعم نعيد 12 سنة على الطرقات، ونجحنا بتخفيض شوي حوادثات، إذا ما خفضناها حفظنا عليها. اليوم دايما على كل عيد تكون هادي بنطلق مفاجأة، وقلنا سنة ونص بنشتغل على مشروع النوادي الليلية. النوادي الليلية نكون أأمن من غيرها. كيف بتكون أأمن من غيرها؟ نعطيها علامة. شو لازم تعمل؟ ممنوع تفوت حدا تحت 18 سنة، ممنوع تبيع الكول مزور، ممنوع واحد تشوفه سكران تكفي تبيعه الكول، لازم يكون في بوليس تأمين للزبون، لازم يكون في طفايات، علبة إسعافات أولية، والصوت ما يوصل عند الجيران. إذا بيتبعوا هالقوانين هول منعلق لهم علامة. عم نتعاون مع الشرطة السياحية، عم نتعاون مع النقابة، مع مستوردي الكول عم نتعاون معهم، والطلاب الجامعات كلهم عم نتعاون معهم يخبرونا لما بيروحوا يسهروا، يخبرونا شو عم بيصير، والعالم تقدر تشتكي عنا كمان. كيف نقدر نعرف وين موجودين؟ في النقابة رح تحط عندها على موقع التواصل الاجتماعي، رح تحط مين هن النوادي الليلية اللي حصلت. صرنا مدربين 72 نادي ليلي اخذين هالعلامة، وابليكيشن زوماتو رح بيبين في فلتر، اذا واحد بيكتب سيف ذا نايت يا ما يكون هادي بيبين من اني نوادي الليلية اللي هيدا اللي حصلت على العلامة. اليوم بعد 12 سنة لازم ككون هادي نقول شو صرنا عاملين انجازات. هلا انجازاتنا كثيرة ما فينا نلخصها، انما كل سنه نحن بنقول السنه اللي مضت شو الانجازات اللي عملناها وشو المشاريع المستقبليه يلي بدنا نطلقها. وفي مشروع نحن بلشنا فيه من هيديك السنه يلي هو سيف ذا نايت، نخلي سهر الليل امن بلبنان. اليوم قلنا وين صرنا فيه وشو بعد رح نكمل،
وأكيد أعلننا عن إنشاء مركز علاج نفسي لضحايا حوادث السير والأهالي ليرجعوا ينخرطوا بالمجتمع. للأسف بعد ما لقينا التمويل له، بس إحنا لا نزال سعيين لحتى نوصل له. وكمان في أبليكيشن للكاربول اسمه فليت، هيدي كمان هلأ تحت التجارب، هي للشباب يبقوا ينزلوا مع بعض هيك تنوفر تلوث، تنوفر حوادث سير، تنوفر مكان للصف. يعني مشروع بيناسب كتير تلاميذ الجامعات. أجندة بيكمل معكم ولكن بعد البريك، خليكن معنا. Just to cut it short, another concept store هو محل وش مثل بيين. So كتير different than from the others, and hence we are the others. نحن غير العالم كله. عشان هيك سمينا another. Another معناتها محل غير طبيعي. So نحن غير طبيعيين، جايين من غير كوكب. We came and we did something very different to the market, where you come enjoy. It's like a free magazine, and every day is an editorial. ما كل شخص بيوصل لهون على المحل بكتب الإديتوريال تبعه. إن كان بحب التياب أو الشعرات أو الجيفت شوب أو البيلاتس أو الجيم أو الكوفي بار. It's a really hangout for contemporary people and for contemporary. هذا المحل وش ما معمول بس نجي نلبس نتسوق، معمول نجي نتسلى نضحك to have fun in a good environment and in a cozy environment. رويال ويدينغ فير، المعرض الأكبر بلبنان بنسخته الجديدة بفوروم دي بيروت، يلي بيجمع أكثر من 8000 منتج للأعراس الملكية والحالمة. كل التفاصيل بهالتقرير. كامبينسكي هوتيل صار له 2 years operating بلبنان، واللي بيميزنا السال تبعنا نحن من ساعة تقريبا 400 شخص، عندها a very nice glass dome overlooking our resort. so العالم هنا وقاعدين بالاندور بوروم تبعنا بيشوفوا ريزورت من برا. we have another outdoor venue. it's a very big for 900 persons تقريبا. it's one of a kind in بيروت and you have the sea view in front of you. بميز الأوتيل أس كامبينسكي إتس ويل نون، الكوزين تبعنا الأكل تبعنا أز ويل سيرفيس إتس لكجري هوتيل سو ذس وات. نزل الكولكشنز تبعو لي يلي هي Queen of Eye، هي latest collection عندي. The
وحاب يعمل علاقات جديده يعني بنفتح على كل المناطق، لان احنا اللوكال تبعونا ببعبدا، هيك بنفتح على كل العالم، بصير نعرف اكثر وبيعرفونا اكثر. بتهتموا انتم بالاعراس بالمناسبات كلها عاده، بس تحديدا اعراس كمان؟ لا اكيد، نحن عندنا كل المناسبات، عرفتي كيف؟ يعني عندنا شيء بنشتغل شغل يومي، بعدين اكيد الاعراس الشيء الباز المهم بيكون بالشغل. وقعت الفنانة ماجدة شعبان ديوانها الجديد أصداء بين نجلة ومية، ويلي رافقوا معرضها الفرد الرابع بعنوان أصداء، ويلي تضمن 38 لوحة أكريليك من نخبة أعمالها، وذلك بجاليري إكزود بالأشرفية. هلا عم بوقع كتابي الاول. انا بالعاده الكلمه بتترافق مع لوحاتي، بس بهيدا الموضوع كان في كتاب تضمن لوحات وشعر نثري. الموضوع هو اصداء بين نجلة ومية، يلي هو بيحكي عن بين جيل ستي وجيل حفيدتي. هيدي الهوة الكبيرة يلي صارت قد ما صار حياتنا سريعة وتغيرت، كيف كانت من زمان أيام ستاتنا وكيف صارت عم بتصير الأيام. عم حاول أنا أنقل هيدا الحلم برمز طيارة الورق اللي كأنه استلمتها بحب ستي الكبير اللي بحمله زويدي كل حياتي، بعويني وواجه فيها صعاب الحياة. عم حاول انقل هيدا الحلم بأمانة وبحب كبير لحفيدتي. معرض بجالوري إكزود بأشرفية بيتضمن 38 لوحة بين حجم كبير ووسط وصغير، أكريليك، في شيء على خشب، في شيء على كانفاس. بالأول كنت عم جرب لامس الموضوع، هلأ فتت على العمق وأخدتني، وإن شاء الله بيكون في، ما بيكون يتيم الكتاب، بيخلق كتب جديدة. وهيدي كانت حلقة أجندا لهالأسبوع. إذا كنتوا حابين نكون معكم بمناسباتكم، فيكم تتواصلوا معنا على agenda@future.com.lb، وكمان فيكم ترجعوا تشوفوا الحلقة على futuretvnetwork.com. فيكم تعملوا لايك لبيج على الفيسبوك، هي أجندا on future tv، ويو كان فولو مي على الإنستغرام زينة جنبي كلمة واحدة. بودعكم وبقلكم باي.